كيف حالكم شباب؟ تمام. شو الاخبار؟ الحمد لله. اسمي ارميه. ارميه؟ ارميه. انا يهودي. اهلا فيكم. انتوا عايشين هون في حي الشيخ جراح؟ وكيف الوضع هون في رايكم؟ بحزم؟ شيء بحزم المستوطنين اللي هون. المستوطن انا اقول لك هيك، انا من بلد قديمه، يعني عائلتي من بلد قديمه من زمان، وحسب رايي يهود وعرب لازم نعيش مع بعض، مش بس في هيك وفي هيك. يعني اذا في واحد يعني في كلامك مستوطن، يعني عنصري ضد العرب ضد الفلسطينيين، انا ضد هذا الشيء تماما، يعني هذا الشيء غير مقبول طبعا. بس اذا في واحد زي، يعني انا يهودي فخور في كوني في يهودي، يعني انا بقدر اشتري شقه هون في الشيخ جراح، اذا اشتريتها عادي. عادي. اسمع اسمع.